استطاع حسن مسعود مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر وقت الوقفة الاحتجاجية لعمال النادي بعد أن هدد العمال بنقلهم إلى فرع النادي بالسادس من أكتوبر في حالة مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية، إلا أن ذلك الأمر لم يمنع بعض عمال النادي من عرض مشاكلهم التي تتمثل في التظلم من نظام الهيكلة الجديدة الذي اعتمدته إدارة النادي مؤخرا بالإضافة لتأخر صرف الرواتب. والله إحنا لنا 6 أشهر متأخرين، 4 أشهر ميزانية، شهرين ميزانية السنة 2012 وشهرين 2011 وشهر العيد الأضحى وشهر صندوق العاملين، وبناخد وعود من المديرين، الفلوس جاية، مفيش فلوس. كل شويه يقول لك مفيش فلوس في النادي، استحملوا صابرين. طب احنا استحملنا وصبرنا، طب احنا مين استحملنا احنا في بيتنا ورانا مسؤوليات والتزامات. الهيكله اللي احنا كنا الاول كنت باخد 1250 1300 الاول، بعد كده جت موضوع الهيكله لقيت نفسي نزلت ال 1000 جنيه. فموضوع الهيكله كنا احنا مستنيينه بقالنا سنين على اساس ان هي تيجي تعدل لنا المرتبات نوصل 1700 1800، ده اللي كنت متوقعينه بالنسبه لي. العكس اللي حصل اللي انا نزلت ما طلعتش. احنا عاوزين حقنا بس، مش طالبين زياده ولا طالبين اي حاجه، عاوزين حقنا بس. اصل اللي متاخر لنا شهور ميزانيه 4 وصندوق وشهر عيد، عاوزين حقنا ولا طالبين زياده. والهيكل اللي عملوها لينا دي يعني اثرت مرتبنا، والمرتب مش مكفي بيتنا. وبدات اداره النادي الاهلي في توجيه انذارات للعمال الذين يطالبوا بحقوقهم. عشان انا طلعت واتكلمت اتعمل لي انذار بالفصل. ان في انذار بالفصل، انا عايز اسال سؤال، هل الانذار بالفصل ده مش المفروض انا استلمه او يروح على بيتي؟ لا، ده ما راحليش على بيتي، ده بعنوان غلط وانذار اخير. طب ازاي اول انذار وانذار اخير؟ فلما رحت شؤون العاملين النهارده لقيت نفسي متحول كمان للتحقيق. طب ليه؟ بناشد الوزير المحترم وهو عارف كويس المعاناه اللي احنا بنعانيها. ده انا عايزه مجلس اداره النادي باعتباره عضو مجلس اداره الاهلي، واحنا لما كنا عاملين ثوره على الباب يا سياده الوزير حضرتك وقفت بعربيتك قلت انا معاكم وانا عارف مشاكلكم. وترحم عمال الاهلي على ايام صالح سليم رئيس النادي السابق الذي كان يهتم بشؤون عمال النادي، وهو ما لا يفعله مجلس اداره النادي الحالي برئاسه حسن حمدي. كان عندنا امين صندوق محترم حاب يشيل مننا بطوله افريقيا او يخصص الدوري او مكافاه الدوري او فراجل جنايني بسيط كده بيرش، فمتضايق وزعلان، والكابتن قاعد في الجنين يقول له يا ابو لطيف مالك يا ابو لطيف زعلان ليه؟ قال له مش انا اللي زعلان يا كابتن، الارض اللي زعلان علينا يا كابتن، الزرع ما بيشربش ميه. فبيقول له ليه؟ قال له عشان اللي بيتعمل فينا يا كابتن. قال له ايه اللي اتعمل فيكم؟ قال له البي عايز يعمل، امين الصندوق عايز يعمل كذا 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 كذا. نادى لامين الصندوق قدام الراجل الطيب وقال له خلي بالك احنا كنا بناخد بطولة او ربنا بيكرمنا عشان خاطر الناس الغلابة دي. عمال النادي الاهلي يخرجوا عن صمتهم ويطالبوا بمستحقاتهم المتأخرة، ولا يجدوا من مجلس حسن حمدي سوى التجاهل. من امام مطار النادي الاهلي بمدينة نصر، شادي ممدوح، كورة اونلاين.